وللمزيد ده ينضم إلينا محمد مرعي، كبير باحثي المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. مرحبا بك أستاذ محمد، هل أهلا تسمعني؟ بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني بالعودة لملف القمة العربية، كيف ترى البيان الختامي للقمة؟ يعني كيف ترى مخرجاتها لهذه اللحظة؟ خلينا نتكلم، كان في البيان العام الخاص بمخرجات القمة بشكل عام، لكن محتاج أركز على، لو تسمحي لي، على البيان الخاص ب اللي طلع باسم القادة العرب من قمة البحرين أو قمة المنامة حول استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. هذا البيان هو تأكيد على الموقف العربي الموحد من استمرار هذا العدوان على أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة. هنا نحن نتحدث عن، كان في هنا يعني في إجماع من القادة العرب على ضرورة وقف هذه الحرب الإسرائيلية، وقف حتى يعني العمل، يعني هناك تصعيد إسرائيلي متعمد في العمليات العسكرية، لا تقتصر فقط على منطقة جنوب غزة وفي رفح تحديدا، ولكن أيضا هناك تصعيد إسرائيلي كبير في شمال قطاع، في مخيم جباليا، يعني العشرات يسقطون ما بين قتلى وجرحى. إذا يعني هناك موقف هناك موقف عربي موحد برفض استمرار هذا العدوان الإسرائيلي، ورفض حتى سيطرة يعني الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وتحميل إسرائيل مسؤولية يعني مسؤولية المعاناة الإنسانية، ومسؤولية يعني إعاقة إدخال هذه المساعدات إلى داخل القطاع. القادة العرب يعني هم اعتقد انهم متفقين جميعا مع الموقف المصري فيما يتعلق بهذه القضية، بضرورة ان تنسحب اسرائيل من غزة ومن رفح تحديدا، وان تنسحب من المعبر رفح من الجانب الفلسطيني وتسليمه الى ادارة فلسطينية، حتى تسنى استئناف يعني نفاذ او ادخال شاحنات المساعدات الانسانية والاغاثية. إسرائيل وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفقا حتى كسلطة احتلال، هي الوحيدة المسؤولة أمام المجتمع الدولي عن يعني نفاذ هذه المساعدات. هناك معابر برية أخرى يمكن أن إسرائيل يعني أن تدخل هذه المساعدات يعني من معبر إريز أو غيره، لكن رغم ذلك، رغم يعني الإدعاءات الإسرائيلية التي تسعى فيها الى تحميل الغير مسؤوليه عدم ادخال المساعدات، فيعني ماذا عن، وهذا ما اكد عليه ايضا القاده العرب في بيانهم حول رفح او حول غزه اليوم، ماذا عن يعني سماح القوات الاسرائيليه او الشرطه الاسرائيليه باعتداء المستوطنين المتطرفين على شاحنات المساعدات التي تاتي من الاردن لتدخل عبر معبر إريز، يتم الاعتداء عليها وحرقها وغيره. اذا نحن امام موقف عربي واضح يعني يؤكد على فكرة أن استمرار هذا العدوان الإسرائيلي واستمرار عملية العسكرية الإسرائيلية ستكون له تداعيات على مسار الأمن، على الأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى حتى الجهود الساعية لإحياء عملية السلام. والرئيس المصري اليوم يعني أكد النهارده بشكل واضح أننا أمام مسارين، إما مسار السلام والاستقرار أو مسار الفوضى والدمار. يعني فيما يتعلق بمسار الفوضى والدمار والتصعيد، هو ما تقوم به إسرائيل الآن من خلال التصعيد العسكري. صحيح، وربما هذا ما حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم. أستاذ محمد، على كل حال أشكرك شكرا جزيلا. الأستاذ محمد مرعي، كبير باحثي المركز المصري للفكر والدراسات.